الضرب يا ولدي، قلبي مكسور، مشاعري متناثرة، عيني تدمع وتحشر دمعها. يا نزار يا رفيق الدرب، أنا أقرب من كان إليك. يا متمرد على الظلم والظلام من يوم أن كنت طفلا. سنكمل مسيرة نزار بنات حتى رحيل هذا النظام الفاسد الجاثم على صدور أبناء شعبنا الفلسطيني. بتفاجأ بشخص عم بدفعني للأمام، وبعديها بعرفه وبرفع له بطاقة الصحفية إنه أنا صحفية، بقوم بنهال علي بالضرب بعصا خشبية كان ماسكها على كتفي الأيسر.